في حاجة؟ علوان 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 مين؟ علوان الغالي. الغالي مين؟ علوان حبيبي. مين علوان ده؟ بقالنا سنتين بندور عليه. بتدور على مين؟ ابوسك في دماغك. تبوس مين؟ ابوسك في خدك. خد مين؟ يا علوان يا غالي. علوان مين؟ يا غالي يا ابننا يا حبيبي. ابنك؟ دوبتنا ودوبتنا لف عليه. علينا فين؟ ابوس دماغك. علينا فين؟ ابوس دماغك. انت جيت مصر اتنكرت لنا خالص. انا معرفكوش. ما تعرفش مين؟ تعرفش امك حبيبتك. هم مين حبيبي علوان؟ هم مين علوان؟ ولد هم مين؟ ولد. متزقش امك كده. ايه متزقهاش؟ ايه طب بشرة الحلوة دي القمر اللي انت خطبتها؟ طبعا عمري ما شفتها دي. بشرة؟ بشرة مين دي؟ بشرة القمر اللي انت كنت تقول احبها اموت فيها يا عم. بشرة نفسيها. انا معرفهاش. ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفهاش. تعرفش خالك عبو ودود؟ خالي مين وبتاع مين؟ اخص عليه. انا اعرفكم ولا اعرفه؟ انا اعرفها. تعرف مين؟ ما اعرفكوش. ما تعرفش بشرة؟ بشرة مين وام مين وخالي مين؟ يا غالي يا يا قمر انت. قمر مين دي؟ دي اللي كنت بتقول عليها حبيبة عمري. هي دي؟ دي؟ انا ما اعرفهاش. دي مين؟ احنا عيلتك يا علوان. اه؟ احنا عيلتك. عيلتي منين انتوا؟ احنا عيلتك. عيلتي منين؟ اهلك. لا اهلي منين؟ امال اهلك فين؟ اهلي؟ ايوه. اهلي قاعدين هناك. هناك فين؟ في البيت. ما احنا اللي قاعدين في البيت. لا. هناك. امال في البيت هناك؟ اهلي ساكنين هنا في عين شمس. فين حتة؟ في عين شمس. مين دول؟ اهلي. احسن مننا؟ ايوه احسن منكم اللي مربيني. انت عندك كم سنة يا علوان؟ عندي 18 سنة. بالظبط يا علوان. ايه بالظبط؟ ايه بالظبط يا ولدي؟ بالظبط ايه يا عم الحاج؟ انت بالظبط يا غالي. انت عايزين ايه بالظبط مني؟ في ايه؟ ايه اللمه دي؟ في ايه يا عم الحاج؟ جايين بندور عليه بقالنا سنتين. بندور عليه مش لاقيين. لا بقول لك ايه، انتوا كلكم على الواد ولا ايه؟ الناس عايزه منك ايه يا علوان؟ علوان مين انت التاني؟ والله ايه ده، انا محمد. انت معاه ولا معاه؟ طب انا غلطان اللي جاي اقف جنبك. يلا. ادي راجل ماشي اهو. جالي قال اسمك ايه؟ علوان. بس انا مش فيش علوان والله. اسمي محمد عبد الجواد. اسمك ايه؟ محمد عبد الجواد. طب امك ذنبها ايه؟ امي مين دي؟ يا حبيبي واحد. لا لهوي يا ولد حبيبي. يا حاجة ابو دماغك بعيد. انا ما اعرفكوش. طب استني يا اختي. قلبي بتسحتم عليك يا ولد. ما تزقش اختي، ما تزقهاش. كل ما تزقها بتقطع في شرايين قلبي. طب انا اعمل لكم ايه؟ بتزعق ليه يا واد انت؟ انا ما اعرفكوش وجاي تتبلى عليا. اخس يا علوان، اخس يا علوان. علوان مين؟ اسمي محمد عبد الجواد. طيب علوان مين؟ خلي رشوان يبوسك. بوس يا رشوان. رشوان مين ده؟ ده قريبك. ايه ده؟ خلاص يا رشوان، خلاص يا رشوان، خلاص. انت مش عاجبك حد خالص من قريبك؟ انتوا في ايه يا جدعان؟ طيب مهران يبوسك. مهران مين؟ الصحو. خلاص خلاص يا مهران، خلاص يا مهران، خلاص يا مهران. ما تضايقوش. انا هقول لك على حاجه. أوه. انت واد كويس وطيب وابن ناس. احنا عيلتك واهلك وناسك، ليه تغضبنا منك؟ انا ما اعرفكوش والله ما اعرفكم. عايز اقول لك على كلمه سر. قول. خلصنا. عايز مني ايه؟ انت خايف ليه يا واد؟ يا واد انت صعيدي وراجل. سعيدي مين؟ انا ما اعرفكوش. عايز ايه مني؟ هقول لك على كلمه سر. أوه. تحطها في عبايتك وتقفل عليها. ايه هي؟ هديك سلاح وتسافر معاي. سلاح ايه ده؟ لا اها هورهولك. اها هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ ايوه. فين يا حاج؟ ايوه. انت رايح فين ان شاء الله؟ انا بص حضرتك. ايوه. ما تدينيش لحوان ولا برشام يا حاج. هو انا دكتور؟ ده انا صاحب العربيه التاكسي دي، عايزك باكل عيش عليها. تاكل عيش؟ ايوه بناكل عيش عليها. انصحك بقى انك تاكل عيش سن. يا حاجه يا حاجه. انت رايح فين يا حاجه؟ يا حاجة انت رايحة فين؟ افتح الباب بتاع اوضه النوم وخليهم يدخلوني الحليب. يا حاجة اوضه النوم ايه؟ انت راكبه في تاكسي رايحة فين؟ انت مين؟
انا صاحب العربيه دي. انت زينهم ابو ضب؟ زينهم مين يا حاج؟ انا صاحب العربيه دي. انت اللي بتجري في المخدرات؟ مخدرات ايه يا ستي يا فتاحه كريمه؟ ازاي قالي مع الصبح يا ستي؟ وقفت حالي على الصبح. انزلي بقى هتكسر. انزلي بس انزلي. انزلي وقفت حالي على الصبح. رايحه فين يا حاج قولي لي؟ انا رايحه لاختي. اختك فين؟ اختي. اختك فين؟ اه في دبي. دبي؟ طب وانت راكبه تاكسي والتاكسي هيوديكي دبي؟ ديها يا اسطى ما طريقك وسكتك يعني هترميها في الشارع يا اسطى؟ وانا معايا طياره، دي عربيه تاكسي كبيره. انا هنزلها. بقولك مش انا بقولك هنزلها. وانا بقولك مش هتنزل. وانا مش هوديها دبي. هتوديها غصب عنك. هوديها دبي فين؟ انت بتهزري. تروح مطرح ما الزبون عاوز. بس ما اروحش دبي. ازاي اوديها دبي؟ بلاش دبي. اما انا عايزه تروحي فين؟ وديني سوريا. اوديها سوريا ازاي؟ ما سوريا عند السلام كده. السلام يا كابتن. يا كابتن. نعم يا فندم. هي العجله دي بتاعتك؟ ايوه يا ست. طب ثانيه واحده، انا نازله لك. انا احب العجله قوي. ايام ما كنا بنات صغيرين كنا بنركب عجله. ارفع لي البتاع. اوعى ايدك، اوعى ايدك. انت زقني وانت هتلقاني فريره. يلا بابا. على فكره يا استاذ معلش انا اسف، يعني في تقاله مني، بس انا مضطر غصب عني ان اوري حضرتك صوره ليك. صورتي يا حضرتك؟ اللي انا قلت لك ان انا ذاكرتي ما تخنيش، مش انا قلت لحضرتك كده؟ ايوه مظبوط. وقلت له انت طلعت معايا في كاميرا خفيه؟ قلت ده ولا لا؟ بس هو ما صورش مع حضرتك. لا ده كان هو وكمان دي اهي حضرتك. ايه ده حضرتك؟ بس مين اللي معايا دي؟ مين دي؟ مين دي؟ كلمني مين دي؟ بس ثواني اصبريني، انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. اصبرك ايه؟ مين دي؟ الصوره دي جبتها منين حضرتك؟ حضرتك ثانيه واحده. ثانيه واحده. ثانيه واحده. الصوره دي حضرتك انت متصورها وقلت لي انا قدامي اسبوع واحتفل بعيد ميلاد زواجي. حضرتك ده ما حصلش. انا اول صورتها امتى دي وفين؟ كلمني انا. كلمني يا حبيبتي. اصبري قلت لك. اصبر ايه؟ كلمني. لا يا استاذ ابراهيم انا الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه خالص. انا لو سمحت حضرتك انفعلت فجاه كده. دي مش اختي، دي مراتي. لا حضرتك انت كده بتخلق مشكله. صورها امتى دي؟ انا اخته. انت بتخلق مشكله كده حضرتك. انا مش عارف. الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه. بتاع منين اساسا؟ لو سمحت وريني الصوره دي. معلش حضرتك ايه؟ انا بتكلم معايا. ثواني ثواني. ايه وفاكر ايه؟ انا عاوز اعرف الصوره دي. استاذ ابراهيم انت جبت منين؟ ثواني حضرتك. ثواني هستاذنك بس. ثواني. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كل شيء يتحل حضرتك. لا مفيش حاجه بتتحل يا استاذ ابراهيم. ازاي يعني؟ مباح قوي يكون شبهه. واحد شبهه. شبهه ايه يا استاذ ابراهيم؟ ده صورتي وانا مش عارفه. مشكله كده دلوقتي. انت جبت الصوره دي منين؟ استنى هنا. ومين ده يا استاذ ابراهيم؟ يا بنت اصبري قلت لك. مش هقدر. ما تعصبنيش كده يا استاذ ابراهيم. اصبري دلوقتي. انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. ما تعرفش اشكال. تعرفش اشكال دلوقتي. هتلاقيها بس قدام شنطتك يا جدع. تعالى بس. تعالى اجي فين؟ اجي فين؟ تعالى بس. انت جبت الصوره دي منين؟ اهدى بس. اهدى اهدى. ما تقدرش يا استاذ ابراهيم من فضلك وريني الصوره دي. ما انا مش فاهم اتكلم معاك ازاي. انت انسان مش كويس. الصوره العشره دي. انت ما تغلطيش كده. ما تخليش كده يفرج الناس علينا. مش عايز يا استاذ ابراهيم. سيبني. بقولك سيبني خلاص. انا عايز اجيب الصوره دي منين؟ انا جاي. لو سمحت يا استاذ ابراهيم. انت عملت لي مشكله كده. انا بقولك يا استاذ ابراهيم. لو سمحت يا استاذ ابراهيم اديني الصوره. حضرتك الصوره. عن الصوره دي حاجه. غير هيوم مهب بنينا. انت بتعتلي من هنا. انت من فضلك هات الصوره. انت طلعتلي من هنا. هسيبكم وامشي. انا خلاص. انت عملت لي مشكله. انت تخرب بيت دلوقتي. انت كده تخرب بيت. خلاص يا بنت اصبري. انا مش عاوزاك. خلاص بص حضرتك. طب بص لصورتك دي. طب بص لدي. بص لدي حضرتك. ايه رايكم؟ ايه ده؟ اهي مش انا اهو، وانت وشجره ورانا والاستاذ اهو، وانت اهو اهي. اتفضلي. ايوه انا دي. اتفضلي اهي. ازاي؟ وخليها للذكرى حضرتك. انا استاذ. ايه يا استاذ ابراهيم؟ الف الف مبروك. معقول؟ شكرين يا استاذ. عرفتك معايا بقى. شكرين ابوي. طب ابن حلال تسلم. الف مبروك. شكرين يا ست والله. انا هقول لك على حاجه هتفرحك فرحه. الجايزه يا بوي. الوالدة عايشة؟ عايشة الحمد لله. عايشة. خش عليها بالفيل وشوف ايه اللي يحصل. اخش بيها يا بوي؟ انت مالك؟ انت كأنك مجنون ولا ايه حكاية؟ انا ايه؟ انا مجنون. انت اخش بالفيل على امي عشان تموت. جايزتك في ايدك. ايه جايزتها يا بوي؟ مش عارف انت حضرتك دي بتشرب ايه؟ اتنين ازان لبن كبار كده. وانت من هنا اتنين ازان لبن ده؟ من الجاموس اللي عندكم في البلد. يا بوي ده عايزه مسرح الجاموس ده. طب ما هي هترضع من الجاموس هنا. ترضع منين؟ دي لسه صغيره. صغيره دي كلها صغيره ده؟ صغيره. اه دي كلها صغيره. يا ولاد انا مفهوم بعقلي. يا ست انت تعالي فكني. خذي الفقر ده يا ست انت. كلميني. فين انا؟ انا جايالك. يخرب بيتك. علشان انت انسان. بتقول ايه حضرتك؟ لا ما بقولش حاجه. بقولش حاجه؟ ما بقولش حاجه. طب قرب بقى عشان طيب. عايز اقول لك حاجه. طيب في ايه؟ اهلا وسهلا. اتفضلي يا حاجه. اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا.
دي خطوة عزيزة حضرتك. اتفضل يا باشا، اهلا وسهلا. تأمريني انا انفذ. البرتقال. حاضر. حط هنا البرتقال. الحاجة هنا. يلا. يا حاجة. نعم. يا استاذ. عايز اكلم حضرتك في حاجة. انت وابن حضرتك. لا شكلك هيزعل. في ايه حضرتك؟ طب في ايه يا بنت؟ حضرتك تعرفينا قبل كده يعني؟ لا هو موضوع بس ارجو ان انتوا ما تزعلوش. طب ما خير. طب ايه غشتينا كده؟ انا اسفة. انا اسفة حاجة. فين ال فين البرتقال؟ ليه ده بقى؟ فين البرتقال؟ بتستعبطونا هنا ولا؟ حضرتك الكاس دوت مليان. ايوه. المدام دخلتنا سالتنا على موضوع. ايوه. بنبص لقينا الكاس ده بما فاضل. ما لقناش حاجة. ألف هنا وشفا حضرتك. أنا ألف هنا وشفا. أنا سبت منك حاجة. على إيه؟ على إيه ألف هنا وشفا؟ على إيه؟ اللي أنا سبت منك حاجة أنا؟ يعني مسافة حضرتك ما انتفت ورا كده يعني ما ليش كده. نتكلم المدام نبص ما لقيتش حاجة. المدام بتسألنا على موضوع. يا حاجة أنت بتزعقي لي في إيه حضرتك؟ بزعق يعني شربت وأنا ما شربتش؟ يعني إزاي شربت؟ وأنا كنت بحلم؟ ما أنا مش فاهم بقى منك حاجة. مش فاهم بصراحة. إيه يعني؟ يعني مرة أنت عاوز إيه بالظبط؟ عايز أعرف إزاي حضرتك ولا أرصة تشرب إزاي؟ هو ده كلام؟ إزاي تشرب حضرتك؟ إزاي تشرب بقى تقولوا لنفسكم بقى ولا أقلب أنا؟ تقلب إيه حضرتك؟ أقلب لك الترابيزة والمحل كله. أنا بنزل حاجة قدام الناس كلها. أيوة وأنا شايفاها بس مفيش أهو. عمال ما الست دي كلمت. ما تكونش أنت مديت إيدك على الكوباية. إزاي؟ يعني خدتها شربتها. إزاي؟ أنا بكلم المدام في موضوع. قول كلام غير ده عشان يبقى حلو عشان أنت بتعدي على خير. يعني هيحصل ايه حضرتك؟ هيحصل كل حاجه كتير. عندنا حضرتك كباب، عندنا فراخ، حمام، عندنا. خلاص ناخد انا كباب. خلاص يبقى واحد كباب نص ولا كيلو؟ نص. نص. وحمامتين محشيين. حاضر. واعمل لك حبه سلطات. شويه سلطات بقى على كيفك انت. انا حاضر. تحت امرك. والطحينه ما تنساهاش. مين يا فندم؟ الطحينه. لا يا فندم احنا عندنا احلى طحينه. الله يخليك. حاضر. انا هستاذن حضرتك بس الحساب 135 جنيه. سبب ما ناكل بقى. ما حضرتك علشان تغيير شيفت. حضرتك خلاص تغيير شيفت. خلاص خلاص الحساب 135 حضرتك يبقى جدير الشغل. الساعة الآن السادسة. البنت عايزاه كويس. هو كويس وغلبان. احنا قلنا حاجة. طيب يعني انت موافقة؟ انا موافقة. في محقفل ولا ايه؟ مش عارف انا في ايه بالظبط. خد يا عمنا. اعجبك الطعام؟ نعم. اشكرك على اخلاقك يا ريس. يا ريس نعم. لذيذ بالفعل. لذيذ بالفعل. نعم. انت يا عمنا. شكرا على حسن اسلوبك. شكرا لك. انت يا ريس ما تيجي ترد علينا؟ تعالى هنا. خد انت بس يا موهبه. تعالى اقعد. ايه بس في اليوم اليوم المنيل ده؟ نرجو الهدوء. لماذا كل هذا الصراخ؟ انت يا عمنا. سيدتي هذا مكان المحترم. ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ ايه بتاع ايه بس؟ احنا شايفين اشكال غريبه بالشكل ده. هو في ايه؟ انت يا استاذ ما تيجي تكلمنا. ابني يا عم هنا كلمنا. فين الاكل اللي احنا طلبناه؟ انه هاتف. هاتف؟ ايه ده؟ تفضل. انت يا استاذ تعالى اتكلم. تعالى تشوف الاكل اللي انت جايبه. تعالى ايه ده؟ انا لا افهم. ماذا تريد؟ ماذا اريد؟ ماذا اريد؟ اي اخويا ده؟ ده طالبين نص جايب ربع ما يجيش ربع كمان وحمامه واحده طالبين اتنين وفين السلطات والبتاع العيش ارجو من سيادتكم ان تتكلموا اللغه العربيه هو بعد ما شافوا ادوكوا التاب يا استاذ ارجو من سيادتكم الالتزام بنظام البحث انت غنمتني وضايقتني بصراحه ايه ده انت خنقتني انه نظام حديث في جميع بلاد العالم يا استاذ انت واخد فلوس حق الاكل ده تجيبه لنا اللي احنا طالبينه اني اعترف انني قد اخذت منك المال طيب فين الطلبات المال اللي انت اخذته اللي انت تكلم معي باللغه العربيه احنا ولا نعرف لغه عربيه احنا لا نعرف لغه عربيه ولا انت مش خدت فلوس تجيب لنا اكل من الفلوس خدتها هذا هو نظام المحل حل ايه وبتاع ايه ده روح انت لنا المدير بقى لنا حد لنا اي حد تكلم معاه انا سيادتك الجنرال مانجر يا من ده صعب المحل نتكلم معاه انا الجنرال ايه الجنرال اوعى اوعى بس اقعدي بس يا موهبه بس اما تشوف اخرتها اقعدي يا موهبه بس اه في ايه اقعدي اما تشوف اخرتها اني اتكلم معكم باللغه العربيه حول الله يا رب عربيه ولا انجليزيه يا عم احنا جمعنا فلوس تجيب لنا بيها اكل نعم اني احترم رايك اذا تكلمت معي باللغه العربيه فين الاكل اللي احنا طلبناه فين لو سمعتيني المعلم طالب حمامتين وانا طالبه نص كيلو كباب هو فين
تكلمي معها باللغه العربيه سوف اتي لك بكل طلباتي. ما بنعرفش نتكلم لغه عربيه. احنا بنتكلم لغه عاميه يا ساده. هنا نتكلم باي لغه؟ باللغه العربيه. قولوا له. فاهمين يا اختي اللغه العربيه يا سيدي؟ العربيه ولا انجليزيه؟ اسكت انت يا ام بنطلون محاسن ولا في ايه بالظبط؟ كفي يا ابو شعر اشفر انت الثاني. كفي عن هذا الصوت. ايه كفي وايه مش كفي دوت. ارجو الهدوء. طب ممكن ما تدينا فلوسنا يا عم؟ فلوسنا يا عم. اقعد انت يا ابو هيبه. اقعد بس يا ام هيبه. اقعد انت يا ابو هيبه. ام هيبه بقى. شاكت 140 جنيه ادينا فلوسنا. انا لا استطيع. عايزين فلوسنا ونمشي. انا لا استطيع. لانه كان تغيير شيفت. احنا نعرف شيفت ونعرف بتاع. ادينا فلوسنا ومش عاوزين. خد يا عم اكلك اهوت ومش عايزيننا. عايزين فلوسنا. يلا بقى ماشيين. دخلنا المحل المنيل ببساطه. يلا يا عم. ادينا فلوسنا يا عم. ببساطه قل لي اريد تكمله اللحم وحمامه سوف اتي. صدق انت راجل تخنق. قل لي اعطني بقيه اللحم وحمامه. كله بقى وخلاص. فلوسنا خلينا نمشي. قل لي اعطني بقيه اللحم وحمامه. اعطيني بقيه اللحم وحمامه.